أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قول يا ربي يا حبيبي أو يا حبيبي يا الله؟ هل يصح هذا؟ يعني الواحد ما يجد إلا هذه الكلمات، الإنسان يحب أحد ولو كان هذا أحد ما يملكه، هو يملك هذا المحبوب. هو شرع إن الله من أحب الله ورسوله وكان حبه لهما أشد من حبهما لأي أحد، وتذاق حلاوة الإيمان إذا أحب الإنسان الله جل وعلا، الإنسان الله جل وعلا وأحب رسوله إلى آخره. لكن ما يجد إلا هذا الخبر، إذا أردنا ندعو: يا إلهي يا مولاي يا حي يا قيوم. يا غني يا كريم. مما يستهجن الذين يتحدثون عن النبي الحبيب، لا تجدون في القرآن ولا مرة واحدة الله قال الحبيب، إنما يقول محمد رسول الله، يا أيها النبي أيها الرسول، وهل يتشدقون يقولون لا ذا الحبيب.